تحياتي للجميع، معكم أبو ميلاد، أهلا وسهلا في القناة. هذا إعلان عن مسابقة جديدة، وموضوع هذه المسابقة هو خطوط القيادة في الصورة أو leading line. ومجموع جوائز هذه المسابقة هو 5,000 ريال سعودي. طبعا المبلغ مقسم على 4 أشخاص، فبدعو الجميع للمشاركة في هذه المسابقة. طبعا الذي لا يعرف ما هي خطوط القيادة في الصورة أو leading line، سوف أضع فيديو في الأسفل يتحدث عن هذا الموضوع. أنصحكم أن تشاهدوا النصف الثاني من الفيديو، وضحت الموضوع مع أمثلة. والمصورة التي قامت بهذه المبادرة وتنظيم هذه المسابقة هي المصورة العبقرية هناء تركستاني. والآن سوف أتحدث عن إرشادات وشروط الاشتراك في هذه المسابقة، وهي تسري على الجميع. الشرط الأول، ممكن تستخدم أي كاميرا لتصوير صورة للاشتراك بهذه الكاميرا، يعني ممكن تستخدم كاميرا احترافية أو هاتف ذكي. النقطة الثانية، جميع مجالات التصوير هي متاحة، بس بشرط أنه تحوي على خطوط القيادة في الصورة أو leading line. النقطة الثالثة، وهي تأكيد على موضوع الرئيسي للمسابقة، وهو خطوط القيادة في الصورة. النقطة الرابعة، يمكن لأي مصور هاوي أو محترف المشاركة، على شرط أن لا يقل عمره عن 18 سنة. النقطة الخامسة، صيغة الصورة يجب أن تكون بصيغة JPG أو JPEG، وتنسيق الصورة هو RGB أو Space Color. للصورة يجب أن يكون RGB. مرة أخرى، صيغة الصورة يجب أن تكون بJPG أو JPEG، وتنسيق الصورة هو RGB. النقطة السادسة، مهم جدا أن يكون حجم الصورة أقل من 4 ميجا، أي أن الحجم الأقصى للصورة هو فقط 4 ميجا، وبدقة 72 نقطة في البوصة أو 72 DPI. النقطة السابعة، يمنع وجود توقيع أو ختم أو أي علامة تعريف أخرى، يعني ممنوع يكون لوجو أو شعار على الصورة. النقطة الثامنة، عندما ترسل الصورة يجب أن ترفق الاسم الكامل، الدولة ونوع الكاميرا المستخدمة وإعدادات الصورة. يفضل إرفاق وصف لا يتجاوز 100 كلمة مع المشاركة. النقطة التاسعة، للاشتراك يجب أن ترسل الصورة على البريد الإلكتروني الذي سوف يظهر على الشاشة، أيضا موجود في الوصف، وهو thephoto2020@hotmail.com. مرة أخرى، thephoto2020@hotmail.com. والنقطة الأخيرة والمهمة، وهي آخر موعد لقبول المشاركات، هو 30 أكتوبر لعام 2020. فعمليا هذه شروط المسابقة، أرجو جميع أن يتقيد بهذه الشروط. أيضا أي شخص عنده سؤال بتعلق بهذه المسابقة ممكن يترك سؤاله تحت هذا الفيديو. فعمليا بتمنى للجميع التوفيق في هذه المسابقة. أيضا أدعو الجميع لمتابعة حساب الإنستغرام للأخت هناء تركستاني، المعلومات في الأسفل في الوصف. فنحن ندعو الجميع للاشتراك، وننتظر هذه المشاركات بفارغ الصبر. بتمنى للجميع يوم سعيد. إلى اللقاء، مع تحياتي أبو ميلاد.